أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آفاق الشعر عند الشيخ إبراهيم رضي الله عنه للشيخ سيدي محمد بن الشيخ عبد الله لطف الله به آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر وانقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ اهدوا لنا بهذا المحضر وتاتي بنا وتاتي لنا بالزفر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. حرف الحمزة ديوان صلوة الشجون. ديوان صلوة الشجون بمدح النبي المامون صلى الله عليه وسلم. حرف الحمزة قراية لدى الماحي قبيل حبائي قبولي وتطهيري ورفع غطائي ويثبتني في الخادمين حظيهم ويقبل عن داحي ليوم لقائي ويقطع عن البين بالوصل دائما قد اشتعلت بالشوق كل حشائي. أأحمد يا خير الأنام نبينا فمنك أتى الأرسال كل حبائي وفي كل حي من حبائك نعمة فأسد لإبراهيم سيب عطائي. فقير غريب شاعر خادم لكم تلقى لأجل الحب كل جفائي. عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وأهل عبائي. حرف الباي طحابي شوقي للأمين وأطرب وما شاقني غيد بذي الشيب تلعب. تيقنت أن الله كان ولم يظل وأنك محبوب لديه مقرب وأنك هاد للخلائق مرشد وأنك هاد للإله محبب وأنك للأكوان نور ورحمة وأني ملاذي والمهيمن مذنب. عليه صلاة الله ثم سلامه سلام لدى خير الخلائق مطرب عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم من المسك أطيب. حرف التاء رضا المنحى منا مطلبي حينما نلت رضاه حوتك في جميع الذي رمت ويصقر في عيني تلادي وطارفي لدرك رضا الماهي حياتي وإن مت. فقولي إلى تصوير مدحك صادقا ودل على صدقي جميع الذي قلت. فكلي مشغول بكل محمد ولم أتخذ خلا سواه وما نلت وإن اكتفاء آثاره وذئابه عسير على الأعضاء من أجل ذا تبت. عليه صلاة الله ثم سلامه بكثرة تسليمي على المصطفى فقت. عليه مع العالي الكرام وصحبه صلاة وتسليم فإني به فزت. حرف التاء أيضا فحبي لخير الخلق أحمد ثابت على أنني فيه يزيد وثابت. فما الحسن إلا حسن وجه محمد يبيت يناجي ربه وقانت. وإني مدى الأيام شعري مديح حب وفكري فيه الدار وقتي صامت. فما لذ عيشي دون نيل وصاله فقرص هوى الماهي بقلبي نابت. عليه صلاة الله ثم سلامه لتقضى لنا بالحب تلك الفوائت. عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حبهم لي ثابت. حرب الطائم ذمام وفي لا يخون وينكث ذمامك خير الناس فيه سأمكث. أجرني فإن القلب ظل بوحشة ولست أرى في غير حبك أبحث. فإن التفات القلب وقتا لغيره عذاب شديد لست أرضاه يحدث. أجرني أجرني يا حبيبي فإنني ضعيف حقير في جنابك يلبث. عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب أهدهم ليت ينكث. حرف الجيم يصاحبني حب النبي وأنسج مدائحه والنفس مني تبهج. يقيني يقين المصطفى وينيلني مرادي فإني بالمدائح ألهج. ونادي رسول الله في كل حالة إليه مسيري فهو قصد ومنهج.
وراحلتهما والمزاد فإنه رسول من المولى إلى النور يخرج عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب صموة بلج حرف الحاج بل إن قب الحاشمي رباح ومن حيله سحر أراه مباح وخمر حلال للغبوت وبلهما سواه ففيه للنديم جناه ونلت به كل المرادات إنني أتاني بمدحيل الأمين نجاه أجالسه مهما صفى لي مجالسي ويجبر كسر الغير إن منه صلاه أجالسه مهما صفى لي مجالسي ويجبر كسر الغير منه صلاه أجالس بالأمداه سري وعمدتي محمد من هو للمحيض جناه فينصر مظلوما ويكسب معدما فقد عم كل الخلق منه فلاه ولي منه بعد العسر يسر وكيف لا وما لي على العلات عنه براه يحول خير الناس حالي وإنه يجيء بعيد الليل منه صباه فإني ذليل عاجز متمسك بملأ بدب الكفر منه رماح كفاني مديح الهاشمي وأذري سواه ولي بعد الغدو رواح عليه صلاة الله ثم سلامه يروق مديه فيه واو رباه عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة كطيب المسك حين يفاه حرف الخاء خديم تواب الباد والحب راسخ بقلب له واو المدائح ناسخ ختام نظام للنبوة فقبلا محبا مسيئا قد أتى واو صارخ خصال المآلي قد حويت جميع ما تفرق في الأرسال فالمجد الشامخ عليك صلاة الله ثم سلامه شؤوني لمجموع الشؤون نواسخ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حبهم في قراسخ حرف الدال دوائي دائي واو حبي محمدا أبا القاسم الهادي هدانا وأرشدا حباك إله واسع الفضل والعطاء وسيلته العظمى ودمت محمدا فخير رسول جيت عن صح منذر وخير شفيء خير من أجزل النداء وإني رسول الله فيك متيم فلم أتخذ خلا سواك وسيدا فصص لي دهري يا أمين فلا أرى أقاسي عناء من أريب تمردا وزد لي حبي بالحبيب فإنني رأيت قصوري عن حقوق وعن هدى وتحلو حياتي ثم موتي فإنني ضعيف ضليل قد فزئت لأحمد حلاوة موتي واتساع لمضجعي ولقيا حبيب الله أفضل من هدى مقاساة أمراض ونزع وسكرة تؤوضني أنحى حضورا ومشهدا بجاه رسول الله كافي ومسندي فلم يلق برحام سوى ما تعودا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تري أهدي لديك موكدا عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب هم أبحر الندى حرف الضال تذكرت خير الناس طاه من أنفذا مقاتل أعدائي وأمري نفذا تذكرته في حالتي شاكيا له شؤونا أرتني لا أرى الغير منقذا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تقيني من يريد بي الأذى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب أبت فيهم تلذذا حرف الرأي لهذه القصيدة قصة أثرت عليها في مجلة آثار التي تصدر عن رابعة أنصار الدين بمعط مولانا في العدد الرابع 1989 تحت عنوان حرم آمن كتبها اليدالي بن الدين فقال إخوتنا القراء في الأربعينات من القرن العشرين الميلادي رأى الشيخ إبراهيم رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أخبره فيها بفتنة ستقع وأن ما اهتم به نجا من شرها وفيلا نشبت الحرب العالمية الثانية وتعرض المدينة دكار للقصف في تلك الأثناء فصعد الرعب في صفوف السكان وحتم كثير من الموريتانيين
الذين كانوا في السنغال بالشيخ فأواهم في مدينته بكولاكا وكانت لهم حرما عامنا وعندئذ سأل أحدهم الشيخ هل يتوقع أن يكون لحمايته لهم نتائج سلبية من طرف السلطات الفرنسية الحاكمة آنذاك فأجابه الشيخ ألم تسمع القصيدة التي قلت ومن تلك القصيدة أجير لمن يأوي إلي لأنني خديم لله الحاشمية أجير أجير لمن يأوي إلي لأنني خديم لطه الحاشمية أجير أسير لفكيل الأسارى وإنني لدى حضرة الماح الضلال أسير أسير لفكيل الأسارى لأنني لدى حضرة الماح الضلال أسير أجير لمن يأوي إلي لأنني خديم لطه الحاشمية أجير أسير لفكيل الأسارى لأنني لدى حضرة الماح الضلال أسير أمير لكل المسنتين لأنما حبيبي وممدوح الجليل أمير نصير إذا خافوا بأمن فربنا لطاها ومن يأوي إليه نصير فشوقي إلى عبد الإله محمد حماني منامي والدموع تفور وأنشد ما قال المتيم دائما وقلبي به هادي العباد بشير أسر بالقطاها من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير أخاطب خير الناس وهو مئي وقد وجمت وشعري للمقام يشير تراني وإني غائب فيه حاضرا وفات لسانا ما تكن الصدور فبيعي وهرثي ثم كسبي بذكره وذلك بيع لا تراه يبور غنيت بمدح المصطفى ووداده به بان هدي والفؤاد بصير محمد محمود وأحمد مصطفى مقفا أمين وعاقب ومنير وأحمد مختار رحيم وحاشر سراج بشير حامد ونذير عليه صلاة الله ثم سلامه ليشفع في يوم السماء تمور تسترت عامي ذي ظلالك ناصري فدام سطوري ابتضال سطور أجاور هو والوزير لخالقي فنلت جوارا فالوزير يجير وغادي لدى الماحي صبوح وصاله فدام سروري والشرور تأير إذا طلبوا من ذكر سلمى وفرتنا فلي في مديه الحاشمي حبور أنست به يومي وأنسيج مدحه فيومي بي من الحاشمي قصير وليلي من قربي إليه ملذة به طاب عوامي وطاب شهور محوت به عز الأولى يخزلونني لربي أمور العالمين تصير ألا ليت شيري هل يرى الناس ما أرى ولكن صدور العارفين قبور محل مصطفى ما قد رأيت وإنه أتى بسراج بالبلاد ينير ألم يقسم العرب المفخم أمر ألم يقسم العرب المفخم أمرها وأذعن عجم والفؤاد قرير سل العرب عن بدر وفتح وخندق مذاقهم في ذي الحروب مرير وقرعهم في بطن مكة خيله على حال واء الهاشمي تغير وصاحبه الشهم الهمام خليله عتيق لدى الآراء باء وزير وثالثهم بدر الدجا صارم العدا حبيبي وكل للأمين سمير وعثمان ذو النورين حافظ ذكره وقد تم منه للأمين برور وصنو رسول الله ليث إدائه فكل كمي قد أتاه جزور بسرهم يا رب فامت كروبنا على رغم من هو للعباد غرور بسرهم يا رب فامت كروبنا على رغم من هو للعباد غرور أيا سيدي سل خالقي نصر دينه فأنت حقيق بالسعال جدير وربي جدير بالعطاء وإنه على كل شيء شاءه لقدير فحق لنا البشرى ودام سرورنا بفضل إلهي فالإله شكور يعضد من قد شاء ويذله فمنه العطاء والمنء وخبير فأعطى رسول الله وحبيبه وكل كبير عنده لصغير أبوه خليل الله موسى كليمه وعيسى ونوح والجميع صبور ومن كابن عبد الله فيهم فلم تكن لتحوى شبيها للأمين دحور وكلهم بحر من العلم ظاخر وكل لدى بحر الأمين غدير فشمسهم خير الأنام وكلهم كواكبه وسط صفاء تدور عليه صلاة الله ثم سلامه يتم بحالي في الصلاة حضور عليه صلاة الله ثم سلامه يدوم لخير الخلق من حاسرور عليه صلاة الله ثم سلامه يدوم لخير الناس من حاسرور
alayhi salatu llahi thumma salamuhu ila llahi li kulli dhamani masiru alayhi salatu llahi thumma salamuhu biha yujbaru lislamu wawa kasiru alayhi salatu llahi thumma salamuhu raja ila da khair al-anami kabiru alayhi salatu llahi thumma salamuhu faqabliyana ala almadi hayna qusuru alayhi salatu llahi thumma salamuhu qalilu madihi al-hashimiyyi kathiru alayhi salatu llahi thumma salamuhu ataka ubaydun ajizun wa faqiru عليه الصلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم وهو حقير عليه الصلاة الله ثم سلامه خديم ضعيف الحال وهو وقير عليك صلاة الله ثم سلامه ففعلي قبيح والرقيب بصير عليك صلاة الله ثم سلامه فلا نابن يوم الجزاء ثبور عليك صلاة الله ثم سلامه مديحي لحب الحاشمي مشير عليه الصلاة الله ثم سلامه غرامي وتحياني علي أمير عليه الصلاة الله ثم سلامه يجيش غرامي في الحشاوة يطور عليه الصلاة الله ثم سلامه وعال مصاب للحداة بدور عليه الصلاة الله ما قال خادم خديم لداها الحاشمية أجير حرف الراء أيضا لقلبي من الأشواق ما جبر الفكراء وأفنيت فيه السجع والنوم والنطراء إلى أحمد شوقي وودي ولوعتي وما لي دوى في غير أن أنسج الشعراء إذا ذكر المختار حنت يراعتي لتزيين مدح دون أن أؤمل الفكراء لأن رسول الله مدح وروحه فقل فيه ما قشيت لا تكتشي العطراء إذا قلت عبد الله سيد خلقه لتنصر له ما شيت لا تكتشي الكفراء هو الكل منه الكل حقا وإنه اصطفاه وأعطاه قديما ولا حجراء أتى أول التوحيد أول ذاكر وأول مذكور وربي به أسرى له وإليه كل شان وإنه حبيب إله الخلق ناط به الأمراء لو الرأس مني ثم وجهي ولحيتي وظهري وبطني والولاء وما جرى أتيتك عبدا إن تصمه ببيعة يجد نفسه فخرا ببيعتكم حرا أتيتك لا أرجو سواك وإنني فقير وقير لا منال ولا صبرا نظرت لدى خير الورى متكففا وأرجو به ما لم ينل من أتى مصرا تنيل المنى ولتدفئ الشر عاجلا فغيرك لا يطي نوالا ولو نظرا سموت عن الأكوان بطنا ومظاهرا فإنك خير المرسلين لنا قراء بسرك يا خير البرية أرتدي كمال المنى ولتؤذني للعدا قهرا حماني رسول الله وتحصني بأمداهه نلنا الكرامة والسترا أرد به كيد العدا في نحورهم ومكرهم لا بأس فينا ولا شرا ننال به ما فات عبدا تفضلا ولا قر أننا الذي يؤجز الحصرا كفاني انتسابي للنبي وحزبه إذا افتخروا يوما كفاني به فخرا ألا يا رسول الله فارفع شكايتي لمولاك من يعطي المنافع والضراء نرى البذل والفيض العظيم وبدنا يرى البأس والضراء والشر والوذراء نرى العز والفضل الجزيل ومن يطق بذلك حتما أن ينال المنى تترى يسوق إلي المصطفى ما أرومه ويسمح لي بالعود من طيبة الغراء كشرت بحبيه الحجاب وإنني لويت بذكر المصطفى مهمها كفرا نبضت به كل الإدا وقصمتهم وقطعتهم لا خير نالوا ولا ذكرا تحاول أبناء البقايا مكيدة لخادم خير الخلق لا حب ذا مكرا مشوبت رو بل زخرفوا في نميمة وربي بفضل منه يولي العدا قهرا ندوم بحمد الله في ظل راحة وأمن على رقم الذي يقصد الطيراء إذا اشتغلوا بالمكر والضور إنني بمدح حبيب الله شغلي كذا دهرا له كل وقت من قريدي قصيدة أفوز به في هذه الدار والأخرى ظلمت كثيرا كل ظلم وإنني أوحد حقا دون أن أشرك الضراء أحب كذا خير الأنام محمدا ولم أنسه ما دمت برا ولا بحرا لجأت إليه منه دلبي مسرتي ودفئي به لا زيد أرجو ولا أمرا محا حبه حب سوى إن حبه متى يرسخا في القلب ينفي السوى جهرا يؤم جناب المصطفى كل برحة صلاة وتسليم تناسبه قدرا نكون به في كل عذ ومنعة ويجري لنا من جوده المبتغى إجراء حرف الراية أيضا وثقت بماه الكفر أحمد حاشري محمد المختار خير المعاشر محمد المحمود طه وإنني على حبه ما عشت فوق الأكابر
أتعاقبا نورا سراجا ورحمة رسولا أمينا في خفي وظاهر أتى شاهدا عبد الإله مبشرا بشيرا نظيرا للبغاة الجماهير أتى أمي إلى الله داعيا رسولا حباما لم يجي في الدفاتر حبان المقف المصطفى البدر نعمة شفيء البرايا في الخطوب الدوائم لك الله لا أنفك أجدو بذكره هو العروة الوثقى وتلك ذخائري نبي كريم رحمة وراحة مقيم مبين ذو الأولى والمفاخر وحيد كريم متق وهو مصلح إمام رعوف مجتبى وهو ناصر كفاني ياسين مقيم مطهر وسيدنا الهادي منيل البشائر أيا قائد الغر المحيمن صادقا حبيبا شهيدا منذرا بالخسائر لترحم خديما ضارعا ضل سعيه أبا القاسم المنصور يا خير حاضر لأنك يا مصدوق خير مشفع له رتبة فوق السرات الأخائر رأيتك أهلا للوسيلة ساقيا لدى الحوض سلطانا ليومي وآخري أسائل ربا جل تبريج قربتي بيمن رسول الله أعظم جابر حميد له تاج وخف وخادم مقدس سر راكبا في المظاهر مقفا له نعلان باب هراوة له خاتم أرجو به كل فاخر هدى خاتما ذا عدة ومكانة توكل حقا حمية ذو البصائر لحى الله من ينهى محبا صبابة ويرحم صبا يوم بلوى السرائر لأهل الهدى ناج قويم وإنني درجت عليه للوقوت الأواخر على المصطفى المختار أزكى صلاتي صلاة بها تمحى جميع كبائري لأسعد في الدنيا والأخرى وأرتقي إلى ذروة تعدادها بالخناصر مكينا لدى الرحمن ذي العرش دائما ولي ولنسلي دان كل العشائر يسوس بلاد الله أمري هاديا بهدي كتاب أو بزجر الزواج نصلي على الهادي نروم مناله عليه سلام وهو عندي ذخائري حرف الضاي فإنك خير الناس أنت المبارز لأعداء دين الله أنت المناجز وإنك أسخى الناس أجأ فارس لزادان أعداء الهدى والمبارز قسمت ولم تبخل وما فوت كاذبا ولست جبانا من أعطاك الجوائز وهذا عبيد قد أتى متكفبا على أنه هو الحب بالحب فائض وهذا عبيد قد أتى متكفبا على أنه هو الحب بالحب فائض يروم منالا قد تقاصر دونه فحول مضوا لا غر وإن هو جائز عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحابه على الدين بارز حرف السين ملا القلب حب المصطفى وتنافسي مدى الدهر في وصله وهو مجالسي تقوبت في الآفاق طالب وصله وشد اقترابي والأمين مؤانسي تقوبت في الآفاق طالب وصله وشد اقترابي والأمين مؤانسي فليس رجائي في تمام وصاله قويا وإني لست منه بآيسي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بدور الحنادس سفارا ما الهادي لذلك لا نخشى حرف الشين سفارا ما الهادي لذلك لا نخشى هوانا ولا ظلما وجورا ولا بأشا أخاطبه بالمتي وهو مؤنسي وحين سفى الماهي فما ضر من غشا نبي عليه قبل صلى مسلما إله البرايا وهو من حبه أنشا عليه صلاة الله ثم سلامه ويغن المقفى أم بشاشة من بشا عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدار إنشادي لأحمد والإنشاء عليه ما العالي الكرام وصابه أكون خديما عابدا عالما أخشى حرف الصاد تمام العطايا والمواهب لن تحصى بلوغ رسالات الشفيع إلى العقصى فأرشدنا للمصطفى ومداده ونذكره شوقا إليه بلا إحصاء نبي الهدى خير الورى شافع البراء فمنك نوال الكل ما عم أو خصى علوت جميع المرسلين جلالة فأنت رسول الكائنات ولا تحصى عليك صلاة الله ثم سلامه من الذات حق الذات للمصطفى نصى عليك صلاة الله ثم سلامه يقربني الماحي الضلال فلا أقصى عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحاب الكرام ومن أوصى حرف الصاد أيضا صفى لي حب الحاشمي وأخلصا له القلب من الحب حين تخلصا أبيت أرى النجم ليلا مغردا وما صدني من لام أو من تنقصا فإن كبار الناس بالليل شغله ركوع وأوراد ترى الكل أخلصا وظل العبد طول الليل يسهر منشدا كفى نبكي أو زيرا لله ترقصا
وذا العبد طول الليل يسهر منشدا كذا نبكي أو ذيرا لله ترقصا وذلك داء أصلح حب أحمد ولست وحق الحب لله مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وطاب ثم من قد تخصصا حرف الضاد سلام على خير الأنام الذي أضاء به الحق ناجى الحق واوى الذي ارتضى سلام على نجل العواتك خير من دعا الخلق للمولى وقد أحسن القضاء سلام عليه والسلام يقودني إلى حضرة الماحي الضلال الذي أضاء سلام عليه من خديم متيم غفول قضى من ذنبه كل ما قضى سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى ذا في تدارج ما مضى سلام عليه والسلام مبلغ عليه فمن لي إنني عنده رضا حرف الضاد عيدا شجوني دحدني سيرني لمن نحط لتفريج كرب الخائفين ومن مرض سلوت شجوني في مديح محمد فضح الشجوني والسرور لنا عرض محمد خير الناس أكرم محتدا وفرعا وبضلا واو لله قد محط أجبني أجبني منح منا وداركا لأحوال شخص غير أهدك ما قبض أغبني أجفني منح منا وداركا لأحوال شخص غير أهدك ما قبض أتترك عبد الله يحب سواكم على سوء حال فولا يبتقل إوض ففرج كروبي وأوي كل مهامهم لقرب مزار المصطفى هنا ما نهض عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حبهم خير مفترض حرف الدائم صلاح شؤوني لست عنه بقاندي ووصل حبيب الله واو مباسطي ويرضى حبيب الله عني تفضلا فما بر سخط من ظلوم وقاسد فإني محب أرتدي رفع دينه بغزو وليا قاد كل مرابدي وإن النبي الحاشمي مسائدي فلم أك يوم أن أطاه بساخدي عليه صلاة الله ثم سلامه أنال عطاء لم يكن بالشرائط عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب خيار الوسائط حرف الله وأنت إلى خير العباد وما لفظ لساني سواه بل فؤادي ما لحظ فإشمر ما دمت تدري محمدا فداري سمى المامون في داره حفظ تبصر فإن الأمر باد وظاهر فأفضل موقوت حدى الناس أو عظ عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأساد ما لافظ اللفظ حرف العين نعم إن خير الناس أرجوه شافعا لنفسي وللأهلين إذ جيت خاشعا إلى كل خلق الله أوصلت نعمة وإني وحق المصطفى لست قانعا حقير ضليل مذنب خادم لكم محب شديد الحب قد جاء خاضعا أجرني أجرني منح منا أحمي طا فلم ألق يوم الروء ما كنت صانعا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي لدينك رافعا عليك صلاة الله ثم سلامه أسود لديك المادحين المصاقعا عليه مع الآل الكرام وصابي صلاة وتسليم ومن كان تابعا حرف الغين جنى النفس أبقيه ولا لس سوابه جنى النفس أبقيه ولا آل سوابه بمدهي من هو في السخاء مبالغ جنى النفس أبقيه ولا آل سوابه بمدحي من هو في السخاء مبالغ بفك ووصل بعد كسب سعادة بفك ووصل بعد كسب سعادة لمن أدم يفري كذا ويبالغ أسير أتى ضيفا ببابك معدما فهل لك فيه وردك الدار صائب عينه عينه يا معين فإنه فقير وقير ما وخيرك بالغ عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب حقهم منك دامغ حرف الفاء لقاء نبي الله وهو ملاطف مرامي ومن دون المرامي متالف فلو أنني نعل الأمين لتم لي مراد وإلا فالصديق الملاطف فما الحلو في الدارين إلا وصاله وكل سواها رياح أواصف فإن لم أجد تقبيل كف محمد فما لذ لي عيشي وأمري تالف وربي ورب المصطفى وكامل أفاض إليه منه ويلاطف لذا هام من قد هام في الحب بين من بليلى وميلى أورثته الطوائف يحيج حبيه هلال ربيعه ففيه تنادي بالسرور الهواتف وإني لتأروني إذا لاح هزة كذلك إن الطب وصيك واصف
جمالك ينسيني هلا كل عبادة وإني أمري عند بابك عاكف جمالك ينسيني نوالا سواءه وما الجود إلا منك والكل غارف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنحول نحو العواطف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنحول قصر اللطائف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهدى وإني عارف عليك صلاة الله ثم سلامه وآل مصاب كلهم منك خارف حرف القاف جميع غرامي والكتاب وخالقي لأحمد نور الحق سر الحقائق جفاني ولم أجب الأخلا ولم أخف إذا ما شفا وقتي لخير الخلائق أرقت ونام الأقربون مهيما سميري سطوري فوق بيض المهارك أخاطب خير الناس سري ومركزي قياتي وترسي في الوغى والمضايق يقربني حقا إليه فأنتني بنور يضيل القلب كل الرقائق فصرت به أطوي المقامات راهلا إلى الله رب الناس موطي الخوارك وإندهش الأقطاب يوما بمشهد فللوصل والتمكين من قبل خالقي سرى السر في سري فكلي سره بيمن رسول قاطع للعلائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أصنو على كل فائد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تكيني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تكيني الشر من كل طارق عليه صلاة الله ثم سلامه بها الدار سبقي للعلا كل سابق عليه صلاة الله ثم سلامه سلام محب شفه الحب عاشق عليه صلاة الله ثم سلامه سلام خديم ضره الوجد وامق عليه مع الآل الكرام وصابي صلاة عليه الدار عقوى وتائك حرف الكاف كفاني على العلات أني سالك بحبي لمن يميه بهر ومالك لكل فتى حب وقصد ومفخر وإني بحب العاشم الدار ماسك فشغلي مديه المصطفى ووداده سبيل الذي ما عشت إني سالك عليه صلاة الله ثم سلامه يدارك المولى وقرني أدارك عليه صلاة الله ثم سلامه وآل لهم في المكرمات مدارك حرف اللام زبوري وتوراتي وذلك لم أذل مديه الإمام الحاشم منتهى الأمل قصوري عن الطاعات يجبر كسره بمديه ما من فالمحبة لي عمل قصوري مدينة الشام كوس وطيبة وكوله قد تحيا بذكر الذي كمل أجاوره بكوس واو بطيبة وأمسره بالنور والقلب والمقل أحاوره بالمدي والقلم الذي يزخرف أمداه له ناجما وصل شفيع الورى كل حياتي وإن أمت وذلك حزبي وولي بغيتي شمل أيا سيدي نجل العواتك خير من تجاب إليه البيد يا خير من نحل فمن مبدأ الكونين لم يال ناقة أبر وأوفى منك يا خير من بذل ففيك مديه وفيك مطامئي وأرجو الجنى والعلم والعمل العاجل ومغفرة من كل ذنب وستر ما تبمن سري والهداية والجزل وبارك رب العرش في كل ما لنا من أهل وأولاد وكل الذي وصل فإن لم تداركني فعرشي ساقط وإني قد أكثرت بالذنب والذلل ولم أرج إلا أن أحمد شافئ لمن قال شعرا في ثناه وما أمل ولم أرج إلا أن أحمد شافئ لمن قال شعرا في ثناه وما أمل فإن لم يكن قد صح عنك فقد جرى به مثل والقرب ما غير المثل فإن لم يكن قد صح عنك فقد جرى به مثل والعرب ما غير المثل وإني على ما قد جنيت متيم أسير غرامي فالفؤاد بكم قتل ولم تدم الطاعات مني تكاسلا ولكن لي عظم عليها ولا حول عظمت على فعل الأوامر تاركا جميع النواهي أنت لي خير متخل وثقت بربي والأمين وسيلتي أجرني غريبا في جوارك أن أظل عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب هداة إلى السبل حرف الميم حبيبي رسول الله واو المتيم مدى الدهر فيه خاطري يتجمجم فقد حل في سوداء قلبي وداده وهل ثم للخنزيز فيه تكلم فما ترك البوصير قولا لقائل ومن قبل حسان وكعب تكلموا وقد نطق القرآن بالحق مادحا وقد نطق القرآن بالحق مادحا سجايا رسول الله والذكر أحكم وتكفيه مدحا ذاته وصماته محمد وصف جامع المدح مبرم
تذكرته وسط الهياب وقد جرى بنا هيكل يبري البلا ويهينم وقد ضرب الركبان والبعض راكد ونار اشتياقي والهوى تتبرم يذكرني البحر المحيط مفيده ابو القاسم البحر الكبم القطمطم يذكرني واد النقاوى عقيقه ولصخرة الملسى وداد ومغرم فهل تسمع الايام يوما بعودة اليها فان القلب مني مسكم اساها وليتي والمحب مسامه اذا ما تمناها لديها اخيم فاشفي عليل القلب عند نبينا واروي غليلا والذنوب تهدم سلام على خير الانام محمد سلام على من حبه القلب يكلم سلام على خير القبور جميعها سلام عليه وابه وابكم سلام على هادي العباد محمد سلام على خير الورى وعظم عليهما الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم بذينك أختم حرف الميم أيضا مها من فؤادي حب ليلى وتندمي وداد الإمام الهاشمي المفخم حدابي حاد العاشقين بذكره رويدك ربكا بالفؤاد المتيم محمد محمود محمد أحمد محمد مختار حبيب المقدم محمد طه آقب واو مصطفى بشير النظير ضيغم وعي ضيغم دعاني هوى الماحي السراج وإنني بذنبي معقول فمن لي يسلم رسول أمين واو هاد ورحمة أبو القاسم المنصور ترسي وأسكومي سرى المصطفى ليلا ووافى بخمسة عرجنا بها والفضل للمتقدم وأوصى بها عند الأروج مؤكدا ففيها ينال العبد كل التقدم لو هو به قم واركع عنا تواضعا ترى قرة للعين من خير منعم إذا كنت من بعد الوضوء مرتلا وتسجد من بعد الركوع المعظم لقد طويت عنك المسافة جهرة وصلت إلى المحبوب كبير وعظيم لرب إله العرش شكر مؤيد على المصطفى المكتار سري المكتم أصاعده تحقيق ما كنت راديا لديني والدنيا بطاها المفخم هدايا تكثير الصلاة مسلمة على ذلك الكنز العظيم المترسم حرف الميم عيدا وتكتب بماهم أدمح كل ظالم محمد المختار نور العوالم أفوض عملي للإله متابعا لمنهاج خير الخلق بحر المكارم فشغلي بدا الأيام مدح جنابه وأسمو به فوق الصها والنعائم وتكتب به في حالتي وإنني على كل حال خادم لابن هاشم ضمنت له ما عشت سرد مدائحم بها تعتلي مصري على مدن سالم أبا الله مهما كنت خادم أحمد مساءة قلبي أو خضوعي لظالم متى نابني أمر مدحت محمدا فيتحفني ما فات أفكار عالم رميت به وجه الأدو وحزبه وأسطو بسيف المصطفى خير خاتم يصومون خصبا للجناب جنابه وعزته بالله أحكم حاكم إليك رسول الله أشكو فإنني فريد حكير في عيون المصاخم لئن لم يروا عندي جيوشا وعدة ولا ناصرا عندي سوى ذكر قاسم أتتركني من شاء أبام جوانبي ولم أهتر من حب خير الأكارم أناديه يا طه أحمد آكب لتنقذ أبيدا من عدو وقاشم لجأت إليه لم أرني له سطوة تستعصر الكفر من لنا بسطوته تنهو لأهل المظالم هدمت الذي شادوا بمدح محمد فصار الذي راموا كأحلام نائم إله البرايا العدل ذا البأس فقهرا جميع الإداوة تكفني خير راهم نعم نقموا منا اكتفاء لنهج من بأبت بنور الحق غير مضاحا نبي الحدى ليث العدا باذل الندى أبان لأهل الرشد كل المعالم أرانا سبيل الحق جد مناصهم عليه صلاة الله أهل المراحم ومهما يجف دينه غير غائب وناصره يرقى لأقصى السلالم لقد حاز أنصار الحنيفة رتبة وخادمها يعلو على كل خادم هو الحق والنور المبين وإنني درجت عليه رغم أنف البهائم بدا لي أن الأمر لله وحده متى شاء حاز العبد كل الغنائم صبرت لما ألقى ربي كاشف جميع كروبي يا ترى رب نادم يحول حالي واو سهل ميسر إله البرايا ثم أهوال حاضم رقيب عليهم خالقي ومدبري إذا شرعوا بالظلم من لي بفاهم بصير خبير قادر وانتقامه شديد على الأعداء أهل المآتم
أصلي على خير العباد محمد عليه صلاة الله من كل قائم له من إله كل طرف صلاته عليه صلاة لا تعد لراكم عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل وصاب البخور الكظارم به وإليه من عنه عليهم ومن يقتفيهم من مصل وصائم أجب يا إلهي دعوتي ثم صليا أجب يا إلهي دعوتي ثم صليا على المصطفى المختار مدل مغانم دعوت إلهي ليس للدار غيره وهو الواهب المدين لبرد وآتم حرف النون تواليه بذاك وهو مبين تواليه بذاك وهو المبين لما شرع المولى وإني مؤمن تواليه بذاك وهو المبين لما شرع المولى وإني مؤمن وضى النور والمكي السراج فحبه سبقت به وسبق بالحب أحسن فمن لي بسير في الحجيج لطيبة وأفر خدا في الرياض وأحسن فمن لي وذنبي كالقيود بوقفة لدى قبر خير الناس وهو المزين فمن لي وقد هاج اشتياكي بذورة أفك بها قيد الذنوب وأعلن فإني وتهيامي وودي ومغرمي أرجي لك إذ حول ذاك أدندن عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني مؤمن بك محسن عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم لحبي مبين حرف اللام الملزم الحال هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع جاء فيه محمد فتم لنا البشرى وعم نواله بأفضل عرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم أصله كما اختير واختير لذاك ذعاله محمد مختار وآدم دينة محمد يوم البات راق خصاله محمد نور الحق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك ذواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرحام الحقير وصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدو شد منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بما خصص الأصحاب ضرا وآله حرف الباء ما إلزام الهاء وأنت إلى خير الورى وأرابه مفرج كرب عادما للمشابه وأنت إلى خير الورى وأرابه مفرج كرب عادما للمشابه تقطع عنا لسواه مطامئي وقد أفضني هذا الزمان لنابه إليك رسول الله أشكو فإنني أدمت حميما ألتجي عند بابه إليك رسول الله أشكو لقربتي وقد ضرني طول الفراق بصابه عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وأولاد وكل صحابه حرف الميم اللازم بعدها الهاء دعتني مهات دلها وابتسامها دهاني أوان الشيب منها غرامها فقلبي مدى الأيام عند خبائها وقد عض منها الوصل حتى سلامها وقد طاف بي منها خيال بعيدما تيقنت أن أصمى فؤادي وشامها أجبت لها ظنت بوصل قريبة متى وصلت إذ بان عني خيامها فقلت لها هل اقتديت بأحمد شفيع الورى بل قوتها وإمامها نبي كريم رحمة الناس راحة نبي كريم رحمة الناس راحة به يقتدي الأكوان إلا لعامها فذلكم الوافي الضمام جبلة وإن أخلف سلمى وضاع ظمامها فذاك الذي إمن يوما بوصله فما ضر من وعد لسلمى جهامها فذاك إذا كيلت سمع كلامه تصير سليما كالهباء كلامها عليه صلاة الله ثم سلامه يساق لنفس الدار منك مرامها عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل وصحبه التقات كرامها حرف الواو وإني أنسى الدار سؤداك ذا أروى لحب حبيب ما تذكرته أروى فإن تسألوا عن مذهبي ومتيمي فحب النبي الهاشمي واو من أهوى إليه مسيري واو قدي ومقلبي سبيل اكتفى ما عن جلالته يروى فإن من لي بالوصل يوم محمد شفيت غليلا إذ مسافته تطوى
ومن صد عني والأمين مواصلي ومن من لي بالوصل سيان في الجدواء هو اليمن والتيسير وسعد والمنى له العروة الوثقى وهو المسند الأقوى أتاوى أبان الرشد للخلق والهدى ومهد للإسلام فانضاحت الأسواء وبلغنا ما أنزل الله كاشفا بنور دجى الإشراك والشك والإجواء فلا الدار تلفي في البرايا مشاكلا لأحمد خير المرسلين ولا شروا فمن آيه آياتهم وكتابه جديد على مر الزمان ولا جروا وقد وضع العرش المجيد تقحق رب عيد غروب شمسه وبدا الصحاء أعجب هذا عم عيون تفجر من الكف خف الهاشمي وصفو صفواء أم البدر مشقوقا أم الجزء صاركا حنين الله أم صرحة قد أتت حبواء أم البدر مشقوقا أم الجزء صاركا حنين الله أم صرحة قد أتت حبواء أم الكف من ترب تبيد عرم رمى أم السنة الغراء تستعصر الأهواء أتلك أم التشفيء يوم تقطعت وسائل كل الناس والمصطفى المأوى فلا حصر للآيات سيان باقل وكس لنتربى عن دائه رحواء فلا وقد وطيع العرش المجيد تقهق رب عيد غروب شمسه وبدا الصحواء أعجب هذا أم عيون تفجر من الكف كف الهاشمي وسقو صفواء أم البدر مشقوقا أم الجزء صاركا حنين الله أم صرحة قد أتت حبواء أم الكف من ترب تبيد عرم رمى أم السنة الغراء تستعصر الأهواء أتلك أم التشبيء يوم تقطعت وسائل كل الناس والمصطفى المأوى فلا حصر للآيات سيان باقل وكس لنتربى رأمداهه رحواء عليه صلاة الله ثم سلامه أسير إلى المولى وللبود قد يطوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركيني إلى حضرة الأبواء عليه صلاة الله ثم سلامه أكون بخير الخلق في الجار والنجواء عليه صلاة الله ثم سلامه فينقاد للمأمول والتكشف البلواء عليه صلاة الله ثم سلامه أقود لديني تلك الأدوة القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما على راكب القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما تدر بها الأنواع هرب الياء ضعيف حقير مذنب جاء شاكيا أتاك رسول الله للمدح حاكيا فهل يقبل خير الورى ذاك شافئا له كل وقت أو ينيل المعاليا فهل يقبل خير الورى ذاك شافئا له كل وقت أو ينيل المعاليا فإني وراء السائرين وأرتدي تذكر خير الخلق منه أماميا ولم أتزوج غير دعوى محبة ولا عمل ياتي بصدق مقاليا فقد فاتني حتى التدارك لا أرى سوى المصطفى الهادي يدارك حاليا أجرني من نفس أراها كريهة فكل زمان ما تصوم الرداليا فتنقذني من شومها لا تضرني أبائحها إذ ذكر الآه جلائيا عليه صلاة الله ثم سلامه تحيأ لي لقيا الأمين إماميا عليه صلاة الله ثم سلامه تحيأ لي لقيا الأمين إماميا عليهما الآل الكرام وصابي صلاة وتسليم مدى الدار الباقية اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم.